السلام عليكم طلاب. هذا مثال رقم 14 عن الـ Inverse Fourier Transform. عندي أنا H of F تساوي minus J over 2 في X of F ناقص 20 ناقص X of F زائد 20. شوف هنا أنا ما عندي X of T، أو هي بالحقيقة الـ X شنو هي؟ هاي كدالة الـ X ما عندي شنو هي. أوكي؟ فمو مشكلة، مجرد استخرجها برا. أنا من هذا الكلام من دا أشوف x of f ناقص 20 و x of f زائد 20، هذني كل واحد يصير بهذا الشكل، يعني x of f ناقص 20. أنا عندي قاعدة اللي هو القانون رقم بالجدول عندكم رقم 6 x of f ناقص 20، هذا الـ inverse Fourier transform مالته يصير x of t، طلعت ال x of t في exponential زائد j 2 pi 20 t، خلاص. اوكي، هسه عندي هذا الاخر اللي هو x of f زائد 20. هذا بالحقيقة ال inverse Fourier transform مالته، inverse Fourier transform يصير x of t في exponential ناقص j 2 pi 20 t. اوكي، اذا هي صارت هسه ال h of f، اذا inverse Fourier transform of h of f تساوي h of t تساوي h of t، وتساوي هذا الكونستانت برا minus j over 2 يبقى برا، minus j over 2 يبقى برا في x of t في exponential j 2 pi 20 t ناقص exponential minus j 2 pi 20 t. إلى هنا الحل خلاص انتهى. لكن أنا قبل لا أنهي للحل، أنا شفت أكو عندي هنا هذه exponential j 2 pi 20 t وناقص exponential j 2 pi 20 t، هذين اثنيناتهن باوع، هذا ناقص وهذا ناقص، وأكو عندي j برا، إذا هذا هو ساين، هذا بالحقيقة ساين، إذا الإشارة تصير بهذا الشكل h of t، h of t تساوي، يعني الثانية هذه أحولها هنا أنا أجيبها حتى تصير x of t في منو j على 2، أو عفوا آسف بالعكس 1 على 2 j في exponential j 2 pi 20 t ناقص exponential minus j 2 pi 20 t، ويساوي x of t في sin 2 pi 20 t، خلاص هذا الناتج. اذا inverse Fourier transform لي هذه ال h of f هي x of t sin 2 pi 20 t. بالتوفيق ان شاء الله.